أشار تقرير البنك الدولي حول تتبع الوضع الاقتصادي بالمغرب في شتاء 2022-2023 إلى أن العام المنصرم اتسم بانخفاض النمو تحت تأثير سلسلة من صدمات العرض ذات المصدر الداخلي والخارجي، ولا سيما انخفاض الإنتاج الفلاحي والتضخم المستورد الذي يقف وراء ارتفاع أسعار المواد الأولية. وتوقع البنك الدولي أن يستقر معدل التضخم في حدود 4% هذا العام في المغرب. معنا للتعليق على هذا التقرير الأستاذ رشيد الساري المحلل الاقتصادي. أستاذ الساري أهلا بك. أهلا بك أستاذ محمد وشكرا على الاستضافة الكريمة. هل تؤشر معطيات التشخيص والتوقع الواردة في هذا التقرير الفصلي للبنك الدولي بالنسبة لحالة المغرب على تغير في التحليل العام للظرفية الاقتصادية؟ أظن بأنه يعني هذا يعني التوقعات تمشي في نفس السياق، لأنه اليوم يعني نلاحظ بأنه يعني في المجال في القطاع الفلاحي ليس هناك استعادة كبيرة لهذا المجال، يعني هناك تساقطات نتمنى صديقين أن تستمر. هناك كذلك يعني نحن كذلك نعيش ركودا اقتصاديا، هناك يعني أنشطة اقتصادية، ولكن أظن بأنه اليوم ما يؤثر كثيرا على معدلات النمو بالمغرب هو يعني المجال القطاع الفلاحي. إذا كانت هناك قيمة مضافة فأظن بأنه جميع القطاعات تنتعش بشكل كبير. اليوم يعني ما يتوقعه صندوق النقد الدولي فأنه سوف تكون هناك نسبة معدل نمو يعني 3.1%. ربما يعني لن أقول بأنني متفائل، ولكن ربما أننا سوف نتجاوز هذه يعني النسبة، ربما يعني نصل إلى أكثر من 4%، لأنه معدل المتوقع برسم قانون المالية لسنة 2023 يتحدث عن 4.5%. إذا كانت هناك يعني نسبة يعني نسبة تساقطات مطرية تنعش القطاع الفلاحي فأظن بأنه ممكن أن نصل إلى هذه المستويات، خاصة وأننا اليوم نعيش مجموعة من يعني من العوامل الإيجابية التي تلعب في صالحنا. طيب. أولا إذا سمحت لي، الجانب المبيعات الفوسفات لا زالت في ارتفاع، وهناك احتمال كبير لأنه اليوم هناك احتمال كبير نظرا لمجموعة من الشركات المغرب مع مجموعة من الدول في المجال الطاقي أنه الفاتورة الطاقية أن تنخفض شيئا ما، لأنه كما جاء في تقريركم يعني ما جعل معدلات التضخم ترتفع بشكل كبير، وكذلك عجز الميزانية ارتفع بشكل يعني لن أقول كبير لأنه يعني هناك يعني معدلات مناسبة، لأنه بين سنة 2021 و2022 انتقل من تقريبا 68.8% إلى 69.2% يعني عجز حجم الدين. أظن بأنه هذه مستويات يعني عادية وعادية جدا، وأظن بأنه يعني ربما يعني هذا يعني التغير هذه الانخفاض في مجموعة من الفاتورة الطاقية إضافة إلى أنه سوف يمكن أن نحقق، وهذا يعني ممكن جدا أن يكون مؤشر هذه السنة على موسم فلاحي ربما نكون في حدود المتوسط، أي إنتاج 75 مليون قنطار إلى تجاوز هذا. هذا النقطة تحديدا أستاذ رشيد الساري، عدنا على المقاطعة، لأنه تقرير البنك الدولي تحدث عن سنة فلاحية عادية في يعني إعطاء يعني المعطيات الأساسية الخاصة بالاقتصاد فيما يتصل بالنمو بغير ذلك. هل نحن الآن وفق المؤشرات المتوفرة في معطيات سنة فلاحية عادية متوسطة أم لا؟ أم ليس بعد؟ المعيار الأساسي إذا سمحت لي أستاذ محمد هو نسبة ملء السدود. نسبة ملء السدود اليوم يعني لم نصل إلى مستويات كبيرة، لم نصل إلى مستويات يعني مطمئنة. اليوم نحن في حدود تقريبا 32%، ربما يعني مع ذوبان ثلوج مع يعني تهطل الأمطار ربما ترتفع. يعني اليوم لا يمكن أن نجزم بشكل صارم أو بشكل نهائي هل سوف نكون في حدود سنة عادية،
ربما يعني سوف لن أخفيك تفاؤلي بأنه ربما تكون سنة أكبر من هذه، لأنه المعطيات الحالية التي نتوفر عليها من خلال مجموعة من التساقطات التي لم تشمل منطقة دون أخرى، اليوم أصبحت لنا يعني مناطق كبيرة اليوم تشهد تساقطات ثلجية وكذلك مطرية، ربما نتجاوز المستوى العادي، وخاصة واليوم يعني في هذا في يعني في شهر فبراير نلاحظ كيف أنه التقلبات المناخية هي في صالح المغرب، ربما يعني سأكون يعني متفائلا، ربما نتجاوز نسبة العادي، كما أنه يعني لحدود الساعة يعني صدقا لا يمكن توقع بشكل كبير حجم التساقطات، هل سوف يكون الموسم يعني فلاحي يعني ممتاز أم لا، لأنه يعني هذه التقلبات المناخية التي تطرأ على المستوى العالمي، المغرب من بين من يدفع الثمن غاليا. أستاذ رشيد ساري، التقرير توقع أن يستقر معدل التضخم في 4% للعام 2023 هذا العام، وهو ضعف فرضية الحكومة للتضخم في قانون المالية. المعنى ذلك أن مستويات الأسعار ستواصل منحنيات الارتفاع، هل ذلك يسائل أيضا الفرضية الحكومية؟ ربما أستاذ محمد يعني الفرضية الحكومية للأسف، وهذا يعني ليس من باب الجلد ولكن من باب الواقع، الفرضية الحكومية يعني بعيدة جدا عن الواقع، رغم وصدقني رغم أنه يكون هناك موسم فلاحي متميز ومجموعة من المعطيات الإيجابية، لا يمكن أن نحقق يعني تكون نسبة التضخم في يعني في تحدد في نسبة 2%. لماذا؟ لأنه أولا نحن مرتبطين باقتناء مجموعة من المواد الطاقية من الخارج، لأن المغرب لا ينتج لا غاز ولا بترول، حتى نسبة الغاز التي ينتجها المغرب لا تشكل من حجم الاستهلاك الكلي سوى 10%، يعني نسبة جد 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 ضئيلة، إضافة إلى أنه اليوم ليست لنا هناك رؤية واضحة حول هذه الحرب الروسية الأوكرانية متى تنتهي، لأنه المغرب مرتبط بمجموعة من سلاسل توريدات عالمية، الكوفة لا زالت مرتفعة، هذا يعني فعلا يسائل الحكومة، ربما أظن بأنه هذا المعدل 4% يبقى يعني في إطار المعقول وفي إطار المأمول كذلك، لأنه بالنسبة لي شخصيا أعتبر نسبة 4% بأنها نسبة متفائلة، لأننا لا ندري ما هي يعني الحجم يعني الإكراهات التي سوف نعيشها، خاصة وأنه اليوم إذا كنا، وهذا لا يجب أن نغفله، العديد يتحدث بأنه هناك تضخم مستورد، فعلا هناك تضخم مستورد من خلال المواد الطاقية من خلال الحبوب، ولكن هناك يعني تضخم فلاحي وهو ما نعيشه اليوم، لاحظنا كيف أنه الارتفاع الصاروخي لمجموعة من الخضروات لمجموعة من الفواكه، يعني ارتفاع صاروخي بشكل كبير يعني ملفت وملفت جدا، وهو اليوم يعني اليوم إذا قمنا بإحصاء دقيق نرى سوف نتأكد بأنه نسبة ما نتحدث عنه اليوم أنه نسبة تضخم يعني تنحصر في 6.6%، أظن بأننا تجاوزناه بشكل كبير، لأنه المعيق اليوم اليوم الذي نعيشه ليس فحسب يعني التضخم المستورد، ولكن هناك تضخم فلاحي نعيشه على المستوى الداخل، وهذا ما جعل مجموعة من المواطنين يؤدون الثمن غاليا. شكرا جزيلا لك الأستاذ رشيد الساري المحلل الاقتصادي، حدثنا عن تقرير البنك الدولي بشأن الوضع الاقتصادي للمغرب 2022-2023 شتاء هذا العام. شكرا لك.